ناخد فريق الاسبوع. يلا بينا. يلا بينا اتفضل. احنا اخترنا احمد عادل عبد المنعم في حراسه المرمى. نعم. احمد عادل زي كوره عامر كده، لكن احمد كان ليه دور مباشر في تعادل الاسماعيلي مع الزمالك الحقيقه. باك ليفت اخترت جوزيف جوناثان نجويم لعيب مودرن فيوتشر، يعني من افضل اللعيبه اللي موجودين في المركز ده في مصر. مدافع محمد عمار الاسماعيلي، واحد من اللعيبه اللي شفناه مع كابتن ايهاب. احمد سامي بيراميدز، بدا احمد سامي يستعيد جزء مع المدرب الجديد هو اسامه جلال بالمناسبه. نعم. محمد الشيبي يا كابتن ظهير ايمن طبعا غير عصري طبعا بجد ممتاز. نص الملعب سمير فكري بالتاكيد، الان كامبادي لعيب الداخليه. تحت الفيرود اخترنا وليد فرج لعيب فاركو لعيب ممتاز. ايمن موكا واحد من اكتشافات كابتن علاء عبد الاله هايل. وبالتاكيد محمد سالم بيستعيد بريقه مع المقاولين بقاله ماتش ماتشات كتير. احمد عاطف مودرن فيوتشر فعال جدا جدا بالدرجة جدا. بالدرجه ناخد بسرعه اهداف وحراس ما تيسر منها. يلا بينا يا وائل عشان ما نزعلش اسلام سالم. يلا بينا. يلا بينا اهو تصدي احمد عادل وكان رائع. عايز اقول لحضرتك حاجه، كابتن عماد متعب كان دايما يقول لك والكوره جايه مع حضرتك دايما هنا، من اللي جاي من حطها بالعكس. نعم. وهي دي كده عايزه تتحط بالعكس بس. بقى حراسه المرمى بص حضرتك بقى احمد عادل جاي منين؟ جاي من اخر الشارع. هو لاعب طبعا لاعب على التوقع هايل يا عادل، هايل يا عادل. نعم. دي طبعا دي ما تتصدش لو حصل ايه لا يعني. لا تصد ولا ترد على راي عادل الشريف الله يرحمه. الله يرحمه. ساحقه ماحقه لا تصد ولا ترد خالص. تعالى ناخد اللي وراه على طول سريعا، لان الاسبوع ده كان فيه تصديات مهمه وكان فيه كمان مثلا كابتن هو لف كمان والكره من تحت رجليه ما تعزمش. دي كره وليد فرج من اولها بس هو اللي اتحرك ورقص وشاط. انا مش عارف بصراحه هل حارس المرمى يقدر يوصل عنها باعتبار ان هي في الضيقه. والله صعبه صعبه يعني. لو صدها طبعا التعامل بالرجل بس هنا بس صعبه. السرعه والمسافه يعني اسمها المسافه صفر على طول بيفكرنا حبايبنا. تعالى ناخد اللي وراه على طول. دي اللي احنا اتعاملنا عليها بتاعت بص كابتن ده محمد الشيبي على فكره اللي عمل العرضيه دي وانا عاجبني بس الريفلكس. ودي كوره عامر طبعا ممتاز ممتاز يعني على عامر والمهدي نقول الدهن في العتائي. الدهن في العتائي بصراحه الاثنين ما شاء الله فوق ال 35 وبسم الله. انا ما اعرفش الحقيقه عامر 34 او ما اعرفش 35 لكنه المهدي فوق ال 35. لكن فعلا حراسة المرمى كل ما بتقدم كل ما بتعتق كل ما بتبقى احلى.